دلوقتي بقى، دلوقتي على رأي عبد الحليم، ودلوقتي زي الهوا. ما احنا زي الهوا فعلا. ما هو انت لما تدور على أغنية زي الهوا تلاقيها بتخلص في جملة وتريني ماسك الهوا، صح؟ وخدتني يا حبيبي ورحت طاير طاير، مش كده؟ دي كلمات الشاعر الكبير محمد حمزة وألحان بليغ حمدي. وتفضل طاير مع عبد الحليم وتفضل عايش في الآخر يقول لك وسبتني يا ده الكونكلوجن أو المورال بتاع أغنية زي الهوى. واحد عايشك في خيال ما أروعه، في حاجة كده شموع وحاجات وبتاع وناس طايرة مهفهفة، وهوب وتريني ماسك الهوى. دلوقتي يا حضرات، احنا مع البريكس، في ناس بتلاقيها لما بتكون في زنقة ومحتاجة فلوس فتلاقيها تستغل أي مناسبة عشان تسأل الناس على فلوس سلف. لو راح فرح يدور على حد يستلف منه، لو راح عزا يدور على حد يستلف منه، فأي مناسبة اجتماعية تلاقيه بيشمشم على أي حد مع فلوس ويطلب من الناس اللي مش عارفاه فلوس سلف. وطبعا لأنه أصبح عملة مكشوفة فهو لازم يختار زباين جداد يستلف منهم، بيختار وجوه جديدة علشان هو أصبح مفضوح عند اللي عارفينه لأنه مديون لشوشته ليهم. مع الأسى والأسف السيسي من هذه النوعية، مأزوم ومديون. لو راح عزا يطلب فلوس، لو راح فرح يطلب فلوس، والكلمة بتاعته الدائمة أنا بجري على أيتام، أنا بصرف على مساكين، أنا بأوي أيتام. وعلشان يخرج من أزمته لازم يشوف حد جديد يستلف منه. مين بقى الجديد؟ دول تجمع البريكس. والله البريكس فعلا يعني اللي بتعقد مؤتمرها دلوقتي في روسيا. وسيسي في كلمته بدل ما يتكلم على غزة، بدل ما يتكلم على المية، المشاكل، القلاقل، الحاجات دي، طلع الاسطوانة إياها. الدول النامية تعاني من تصاعد إشكالية الديون وعدم توافر التمويل اللازم للمشروعات بتاعتها لتحقيق أهدافها المستدامة. على طول نسمع كده السيسي في تجمع البريكس وهو بريكس خالص. تجي مصر أولوية كبرى لاتخاذ خطوات ملموسة تضمن اطلاع المجتمع الدولي بدوره في توفير التمويل الميسر لتحقيق التنمية في الدول النامية عبر استحداث آليات مبتكرة وفعالة لتمويل التنمية وآليات شاملة لضمان الإدارة المستدامة لديون الدول النامية. أي حاجة، المعلم رايح يحول مؤتمر دولي المفروض أنه يتكلم فيه عن مشكلات الدول أو اللي بيحصل في العالم حواليه، حوله المؤتمر للتسول. لكن في واحد رئيس قاعد جنبه أو في نفس القاعة، يعني رئيس جنوب أفريقيا، نشوف كلمته كان بيقول كده إيه. عندك الفيديو؟ العب. كذلك نحن بحاجة إلى التركيز على السلم والأمن في العالم، والصراعات التي تواصل احتدامها في العالم هي تقلقنا قلقا بالغا، واستمرار الصراع في غزة والشرق الأوسط الذي أسفر عن وفيات العديد من الفلسطينيات هو أمر بالغ القلق، ولا بد وأن نواصل على التأكيد والإصرار على وقف إطلاق النار مع تنفيذ فوري، وكذلك اعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. بالله عليك قارن بين كلام رئيس جنوب أفريقيا وكلام الجعر. شوف ده بيتكلم في قضايا شكلها عامل إزاي، وده راح يطلب منهم قروض. شوف الاتنين كده جنب بعض. ومن هذا المنطلق تجي مصر أولوية كبرى لاتخاذ خطوات ملموسة
تضمن اطلاع المجتمع الدولي بدوره في توفير التمويل الميسر لتحقيق التنمية في الدول النامية عبر استحداث آليات مبتكرة وفعالة لتمويل التنمية وآليات شاملة لضمان الإدارة المستدامة لديون الدول النامية. نحن بحاجة إلى التركيز على السلم والأمن في العالم، والصراعات التي تواصل احتداميها في العالم هي تقلقنا قلقا بالغا، واستمرار الصراع في غزة والشرق الأوسط الذي أسفر عن وفيات العديد من الفلسطينيات هو أمر بالغ القلق، ولا بد وأن نواصل على التأكيد والإصرار على وقف إطلاق النار مع تنفيذ فوري، وكذلك اعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. مصر بقى فيها ناس واعية قوي، الناس دي علقت على كلام السيسي وقال إنه شغلته الوحيدة يحول أي ملتقى لقعدة تسول. خلينا نشوف التعليقات. لا يحمل أي خطاب أو كلمة في أي محفل إلا للتسول بس. سارة، ما ينفعش يعمل حاجة في أي مكان غير الشحاتة والتزلل واستعطاف أصحاب الأموال، حسنة قليلة تمنع بلاوي كتيرة. نصر الله قريب، شحتونا وما تطلبوش فلوس، إحنا لما يتوفر معنا قرشين هنسدكوا. هو في حد بيحب يبقى عليه فلوس؟ يعني بدل ما يطرح وجهة نظر لتقدم أو طرح الحلول منطقة بريكس، كل ما همه في الموضوع إزاي نشحت برضو. شوف الناس، عندما يكون شحات وعينه قوية وغلس وتنح وما عندوش نقطة دم، وزيادة على كده جربوع كمان بيشحت باسم وطن، لقد أهنت حضارة وطن يشهد له التاريخ إنه أطعم أهل الأرض. عندما يكون الجهل والفشل هو غاية عسكري للاستمرار في السلطة، فلا مانع من كثير من التنازل عن الكرامة والعزة. الناس عارفة، الناس شايفة، وعشان طعم الشحاتة يكمل ويبقى شغله صح بقى ويقنع اللي هيسلفه انه يديله فلوس، لازم يطلع حد يطمن الناس ويقول لهم ما تخافوش على فلوسكم، الراجل ده مية مية. ده مين بقى اللي ممكن يطبل طبلة زي دي؟ مصطفى مدبولي، مهندس مصطفى مدبولي. رغم الأزمات العالمية، رئيس الوزراء لم نتأخر عن سداد قسط واحد من التزاماتنا الخارجية. يعني الراجل عايز يقول لهم سلفونا ومالكوش دعوة، احنا بنسدد. ايوة كده، الناس تطمن شوية وتعرف اننا ناس دغري اللي بدليل يا مصطفى، بدليل ان انتوا خدتوا فلوس اخواننا في الخليج وقلت لهم تعالوا خدوا بيها حاجة، بنسدد. انت كذاب ليه يا مصطفى قوي كده؟ انا عايز اعرف ايه اللي يضطر راجل يكذب كذب ده كده؟ انت كذاب يا مصطفى، انت كذاب، ومراتك في البيت عارف انك كذاب، لانه انت ما بتسددش. انا بقول لك اهو، انا مش اقتصادي واتحداك على انا بقوله ده. انت بتسدد منين يا جربوع؟ انت بتروح تاخد قروض تسدد بيها قروض وفوائد بس، دي طريقه السداد بتاعتك، تاخد قرض تسدد بيه القرض اللي فات. وعندك طريقه تانية الحقيقه، يعني يا جماعه اللي له فلوس عندنا يجي ياخد بيها حاجه، ده الطريقه بتاعت السداد. طريقتين للسداد في مصر ليس لهم ثالث. اصل انت هتسدد منين؟ انت بتصنع؟ انت بتصدر؟ ده انت حتى قناه السويس الحيله قعدت تقول لنا دي قلت عشان اليمن اللي بيحصل في البحر الاحمر. بتجيب منين فلوس انت؟ منين انت؟ منين انت جايب الحلاوه دي؟ منين جايب الطعامه دي؟ يالا انت بتسدد بالطريقتين دول، تاخد قرض تسدد بيه القرض اللي قبله، او يا جماعه اللي له فلوس عندنا ما عندناش مشاكل خالص، تعالوا خدوا بيها حاجه، خد بيها كنبه، خد بيها كذا. مش يا بيبو السيسي عندك هو وقف في اسكندريه قال لهم كده؟ انا قلت لاخواننا في الخليج ان يا جماعه ليكم فلوس عندنا تعالوا خدوا بيها حاجات. رسمي، فهمي، نظمي. فانت طالع تكذب على مين؟ وليه بتعامل المؤسسات الدوليه على انها مش عارفه؟ وانتوا هبلوا مش دريانين، ولا انتوا بتستعبطوا على خلق الله؟ ده انت ما بتعرفش تضحك على المصريين دلوقتي. عايز تطمن الناس تقول لهم احنا بنسدد منين؟ منين؟
ده عد خدماتك يا جوحة، مفيش حاجة يعني، ده العبد وسيده على المحطة. وفي حاجة عندك؟ ده انت حافي ياض، ده انت ملط، عايز تطمن الناس انك انت دغري. دغري؟ لا، عيلة الدغري، انما دغري لا، دغري دي احنا ما نعرفهاش. كمان لازم يكون في ضامن للفلوس دي عشان يدفعه بقلب جامد. فيطلع السيد وزير الماليه كوجك ده يقول ما تقلقوش فلوسكو لو ما رجعتش، ده اللي انا بقوله اهو. ها هتعمل ايه؟ خدوا بدلها ارض. ينبغي تقديم حلول تمويليه مبتكره للبلدان الافريقيه والناشئه، ومبادله بعض الديون بايه بقى؟ بايه؟ بالاستثمارات لخفض المديون. استثمارات؟ طب ما تقولش استثمارات بس، اهو ده نفس الكلام. دي الطريقه الف لتسديد الديون، انك انت ليك عندي فلوس اوكي خد بيها حاجه، مش هديك حاجه. الطريقه الثانيه تروح تعال البنك صندوق النقد تاخد منه فلوس. وبعدين ده انت لسه في خبر قريته امبارح بس نسيته، البنك الدولي وافق على البرلمان وافق على حزم التمويل من البنك الدولي بشويه ملايين برضو. انا قريت الخبر ده لغايه ما غرق البلد في الديون وخلى الناس ماشيه تكلم نفسها. اي والله العظيم بقول لك كده، المصريين بيكلموا نفسهم. اسمع، الناس بيعايروا بعض انهم مش قادرين، العيال بتعاير اهلها مش قادرين يصرفوا عليهم. اسال المصريين في الشارع كده، انما تقول ايه بقى على الكذب يا كذابين.